وبالعودة إلى ملف السودان واجتماع دول الجوار، ينضم إلينا من إنجمينا عباس محمود طاهر رئيس اتحاد الصحفيين في تشاد. أهلا بك على شاشة الغد. يعني المنابر تتعدد لحل الأزمة، ولكن الركود أو الجمود سيد الموقف، لماذا برأيك سيد عباس؟ أعتقد أنه الركود قد يعود إلى مواقف أطراف النزاع في السودان، لأنه أولا لابد من تنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة بين الطرفين حتى يمكن التوصل إلى تسوية لهذا الصراع الذي دام أكثر من 3 أشهر الآن. لذلك نحن نرى أنه مثل هذه المبادرات، سواء كان قمة رؤساء دول جوار السودان في القاهرة أو اجتماع أو لقاء وزراء خارجية دول جوار السودان اليوم في إنجمينا، تدخل في هذا الإطار، ولابد من تكثيف الجهود وممارسة الضغوط على طرفي النزاع حتى يتم قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات بطريقة أو يعني مزيد من النوايا بهدف الوصول إلى نهاية لهذه الأزمة. تتعدد المنابر من جدة إلى القاهرة إلى إنجمينا، نعم، ولكن طالما لم تتوفر هذه الإرادة الحقيقية من أطراف النزاع ستظل الأمور تراوح مكانها. طيب، برأيك أستاذ عباس، هذا التعدد المبادرات لحل الأزمة هل يعقد المشهد أم يحله؟ بالنظر إلى أن البعض يرى بأنه كثرة هذه المبادرات قد تخلق حالة من التجاذبات وحالة من عملية الاستقطاب لكل مبادرة، وبالتالي سيتعقد المشهد أكثر، ما رأيك؟ هذا وارد، نعم، في الكثير من المفاوضات وفي الوساطات تعدد المنابر قد يؤدي إلى تشتيت الجهود وقد يؤدي إلى استقطابات وتجاذبات كما ذكرتم، ولكن نحن لحد الآن نرى أن يعني مثلا لقاء إنجمينا هو تكملة لقمة رؤساء دول جوار السودان التي انعقدت في القاهرة. هي عبارة عن متابعة لما تم التوصل إليه. بعد أن التقى رؤساء الدول يلتقي اليوم وزراء الخارجية للوقوف على ما يجب القيام به من اجل تحقيق ما تم التواصل اليه لقمه القاهره. طيب، ولا اعتقد انه هذا اللقاء في إنجمينا سينحى منحنى اخر غير ما تم الاتفاق عليه في القاهره.